صحة. الله يسلمك وحفظك يسلمك. سالم شاي؟ اي سالم. شلونك حجي؟ الله يسلمك. صار لك قد هنا انت؟ بدك 30 سنة. 30 سنة هذا مكانك؟ اي. ما تغير؟ لا لا. يعني انت قديم هنا معروف. اي. وشلون الشاي مالتك؟ ان شاء الله زين، العالم تشهد. شو تقول العالم؟ علم تشهد اقول لك مو انا احكي. شلون ساكن حجي؟ نعم حي الجهاد. حي الجهاد؟ اي. ولا بحي الجهاد؟ ها بالامانة. بالامانة. اي. انت ما عندك لا تقاعد لا راتب؟ لا ماكو كل شيء ماكو. وعندي وليد مهندس طبيب متخرج ماكو تعيين، وعندي بنيه ماجستير تاريخ ماكو ماجستير تاريخ ماكو تعيين. هاي الوزارات وهاي الحكومات الجوي ما يقولهم حل. يعني هسه عندي ابني ماجستير طبيب هندسه طبيه ماكو تعيين، يقول لك ما عندنا تعيين. ليش؟ خرجوا ياسن واحد العام ووحده همين اول عام زين، يعني ماكو في صورة حال ماكو لهم. يعني هاي الشباب خطايا التعيينات سد الكليات قولوا علم ماكو بالعراق، انسى العلم بالعراق حتى لا حد يتعب. بس انا ندمدق قلبي صارف عليهم في سبيل اوصلهم هيك مراحل وماكو وحده دار مع هم دار معلمات هم انا قاعده كل شيء ما. يعني عندك ولد وبنيتين؟ اي زين. كل شيء ما ماجستير اي ودار معلمات زين، كل شيء ما لقيت بالحياه من هالدوله. ليش؟ يعني احنا بحزب كانوا يشوفونا تعيين معك. ما عندنا لا احزاب لا عندنا شهداء. يعني شلون نموت؟ نهجم من العراق؟ خلي يقولون ماكو تعليم بالعراق، ينسون العراق، ينسى الكليات، يسدون الكليات، ليش يخلون فلوس من الفاتحيه؟ كلهم ذول الكليات دعمتهم الاحزاب، وكلها تاخذ فلوس من ذول الفقراء. الكليات الاهليه. الاهليه، وحتى لا حكوميه. همينا يعاملوهم غير معاملة يعني غير شكل. احنا نريد نطلب من الله سبحانه وتعالى للحكومة يغيرون شيء بالشعب، مو الشعب يجي يغيرهم، هم يغيرون شيء بالشعب حتى يبقى لهم بصمة، بصمة خير مو بصمة عار على الدولة. هاي بصمة عار على الدولة. من يقول لك يطلع واحد مسؤول يقول لك ماكو تعيينات، انسوا التعيينات. يعني ليش تتعلمون من صف اول ابتدائي؟ سد الكليات، سد المدارس من صف اول ابتدائي وكتبوا العراق أصبح جهل وباصة الحكومات الجاية تقودها. احنا قلبنا وجع، تأذينا، حيل تأذينا من زمن الحكم ذاك الفات ولحد الآن. ما شفنا شيء بحياتنا زين، ما شفنا شيء بحياتنا زين. هاي المصبوح للي على وقفته وما صار راسي.